أولاد وبنات؟ الأقرب ليا في البنات في الفنانات مغنيات أسماء منور، هدى سعد، في الأولاد حاتم عمور، أحمد شوقي، طبعا سعد المجرد. فوالا زوينة كيف العادة، سعد متميز. ما نقدرش نحكم اكثر، انا ماشي ولد، انا ماشي ما نقدرش نفهم في الغناء اكثر من المغنيين نفسهم. الا كان رقم واحد في المغرب فاين رقم واحد في المغرب؟ كل واحد رقم واحد في واحد لا بيريود، وكل واحد رقم واحد بالتميز ديالو. فما انا ما كنظنش انه كاين هذا واحد، هذا جوج، هذا ثلاثه. بالعكس الدومين متفرع، وكل واحد وطريقته في الغناء، كل واحد وصوته، كل واحد وتميزه، كل واحد ومدراسته. فحاتم او لا سعد او لا احمد، كل واحد نمبر واحد بالنسبه لي انايا. فكل واحد عندي بلاصته وحده. حمزه مو بيبي نشر واحد الفيديو اتهمك بالسرقه، شنو ردك؟ اختي اش غنقول لك؟ الا جيت نبقى نجاوب على هذا الشيء فما غاديش نسالي. كنقول الله يهدي الجميع والله يهدي كل واحد. انا مكونسونطري في خدمتي، نتمنى ان الناس والايادي الخفيه اللي من وراء هذا الشيء والناس اللي ما عندهم ما يدار حاولوا يتشغلوا بشي حاجه اخرى، حاولوا يديروا شي حاجه فنيه اللي تبقى بصمه لهم من وراهم، حاولوا يخو قلبهم من الضغينه ومن الحقد حيت صغاريان. تستمر الحياه، كل واحد في الدومين ديالو يخفق وينجح. هذه هي الحياه، وباش يكون الاستمراريه شي شويه صعيبه. فكنتمنى من الله ان يكون لي عوين، لا لي انا ولا لكاع الفنانين اللي صادقين واللي كيخدموا الفن لبلادهم بحبهم للفن. حنا كنعرفوا انك تتقوم بادوار نسائيه ديال فاطمه تاوي اللي لقات نجاح كبير. كاينين بعض الاشخاص تيقولوا ان بعض الفنانين اللي كيقوموا بادوار نسائيه بحال كياخذوا هذوك الادوار والتمثيل بحال ستار على المثليه ديالهم، شنو رايك في هذا؟ اللي يقولوا اللي بغاو، انا ما بقيتش كنجاوب على هذه الاسئله. يقولوا اللي عجبهم، انا جوني غير انا عندي جمهور، عندي ناس كيتسناوني كل جمعه، عندي ناس كيبغيوني، عندي ناس كيحبوني من قلبهم، عندي ناس صادقين من جميع المستويات المغربيه، من الاميين، من القاريين، من جميع المستويات. اللهم لك الحمد. انا لست هنا باش ندير البوز، لست هنا باش نتقاتل مع عباد الله. اللي ما عجبتوش يزابي ويشوف حاجه واحده اخرى. عامر انترنت بعطى الله ما يتشاف، راه الفضائح ديال عباد الله عطى الله ما يدار يشوفوا حوايج وحده اخرى. اللي ما عجبتوش يزابي تو سامبلومون. ان شاء الله كاين فيلم على فاطمه التاويل باش يبقاني تبصمه ديال بصح، باش حتى اللي ما كنعجبوش يتفقى سنين ديال بصح. نعم لا سي سينما دونك ماشي الويب، دونك غيكون فيلم سينمائي ان شاء الله. مشاركه مع مازال ما عرفت شي حاجه والله، مازال السيناريو والله كيتكتب ولكن ما عرفتش كل الاشخاص اللي غادي يكونوا. انا ما يمكنش لك تعزل الاشخاص، لان في الاخر الانسان كيكون عنده اشغال وحده اخرى ولا يكون عنده تختوغناج، دونك ما يمكنش لك تقرر في هذا الشيء. كيبقى هو اخر شيء يتكتب بعد السيناريو ويكون سبونسر وحال الله.